نفسه من عناية، يعني الحكم عليه حكم جامد عشان خاطر يبقى عبرة لأي حد، لأي مخلوق يعمل أي حاجة وحشة. بس في الأول وفي الآخر برضه أهو هيبقوا حيين على وش، لكن نفسي الإعدام عشان يبقى عبرة لأي حد. ده لسه أول قرار يعني، لسه في محكمة. طب يعني أنت رأيك إيه أو رد فعلك إيه بعد الكلام اللي تردد حوالين القرية وقال إن في محاولات للتصالح مع أهل المتهمين يعني، وخاصة إن في أحد الأقارب منهم يعني؟ بالنسبه لي ما فيش اي تصالح خالص. يعني انت مثلا ما حدش فكر ان هو يعني ان انت تصالحوا معاهم او كده او تتنازلوا؟ كمان بالنسبه لي انا ما حدش يقدر يتجرأ ويجي يقول لنا كده. احنا عايزين يعني كنا يعني ممكن الله اعلم، الرسول ممكن يكون مع والدتي. والدتي انا ماليش دعوه بيه، لان هو في الاول وفي الاخر اهله هم اللي عاملين كده. ابن اخوه من ضمن الناس هو عامل كده، ابن اخوه الشقيق. هتقبلي بالتصالح؟ عمري عمري وبتصالح بتاع ايه؟ لما نكبر بتصالح هيجيبوا، لو جابوا الدنيا بحالها ليا في حجي، عمر ما نكبر بالتصالح. عشان طب انت راحت وماتت، يا بنت لسه عايشين، هنصالح طول عمري ونصالح. طول عمري مع العالم ديت الشلبات بنصافح ونصالح ونططوا راسي ومش عارف ايه. لكن في حال بنت راحت مني، حته مني راحت مني. هنصالح بتاع ايه هنا؟ ما دام انا كلميني يعني نرجع اول تاني عن اول ما عرفت بالواقع من بسنت وحكيت لك التفاصيل، قلت لها ايه وكانت بس انت قالت لك ايه وقتها وكان رد فعلك وقتها ايه؟ انا رد فعلي لما شفت الصور قلت يا بنت مش انت، من اول ما شفت ساعه بنت ما جات لي من الدرس وبقول لها بس انت شوف ابوك جايب صور ايه؟ قالت لي لو قلتها من غير البنت نزلت لطمه على وشها وانهيار ومش عارفه. قلت لها يا حبيبتي خدتها انا واختك في حضني. قلت لها يا حبيبتي انا عارفه دي مش جسم، دي مش صور، بيت فابريكا وحزب الله ونعم الوكيل في اللي جابها واللي سبب في دخولها الدار واللي عمل الصور دي. يعني انت في اول واقع عارفه متاكده ان بنت مش ما تخصش بنت خالص؟ عارفه متاكده 100%. تمام. وانت قلت لها حسب يعني دي مدي يعني، وانت قلت لها هديت حاولت تهديها وقلت لها يا بنت دي مش هديها. انت ما تعرفش بنت ساعتها ايه اللي حصل، احنا غبنا فتره جامده نهدوا فيه. يعني بنت برضو من انهيارها وعصبيتها وعملت ايه القرف دي؟ انا كنت سامحت يا ماما من فتره بس عمري في حياتي ما شفت دي. ايه القرف دي؟ ايه الوسخه دي؟ انا يا ماما كده، انا يا ماما كده، ده انا صغير يا ماما على كده، انا صغير يا ماما على كده. قلت لها حبيبتي طول بالك يا حبيبتي، طول بالك يا حبيبتي. طبعا يا ولد وانا واخدها في حضن، طول بالك يا حبيبتي، طول بالك يا حبيبتي. يا بنت مش انت يا حبيبتي، ده الصور متفبركه، ده الصور متركبه. انا هي الله يرحمها بطبعها عصبيه اصلا يعني. لا ده كانت هاديه خالص، كانت اهدى عيال، كانت هاديه خالص. طب يا مدام هناء يعني بعد ما يعني الكواليس بقى يوم الواقعه بتاعت خالد حبات الغله وكده، يعني احكي لنا اليوم ده ايه اللي حصل بالظبط وانت اتغلبت في حالك وقتها ايه؟ هو بعد الموضوع دوت مكملش ساعة. يعني بين الكلام والصور وخدان حباي واللي حصل ده كله مكملش ساعة بثانية. طبعا كان يوم الجمعة بعد الصلاة. ودخلت عليها قالت لي وين راح نصلي؟ روحي يا حبيبتي. راحت تصلي يا حبيبتي، لقيتها جاينا هو. طبعا النور كان مطفي، اللي سمحت بس خبطت ديت على الباب. هي بس انت طبعا انا رجلي كانت رجلي ده ما كانش بتتحرك، دي ما كانش بتتحرك مع رجلي الشمال. خدت السلك بتاع كده جزعه واحده برجل واحده. يا ولدي يا ولدي يا ولدي خدتها في حضني. طبعا البنت يا ولدي تعمل كده مش عارفه اللي امي برضه عليا يا ولدي من عمايلك ده ومانيش قادر يا حبيبتي. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه اننا يعني زي ما شفنا مع حضراتكم في الفيديو اللي تم عرضه منذ قليل، الحقيقه ان كل يوم بنتابع مع حضراتكم التطورات اللي بتظهر في هذه القضيه، قضيه بسنت خالد ضحيه الابتزاز الالكتروني. خلوني اقول لحضراتكم انه يعني يمكن من فتره قصيره كان النائب العام طبعا المستشار حماده الصاوي امر باحاله 5 متهمين محبوسين لمحكمه الجنايات لارتكابهم جريمه الاتجار بالبشر واستغلالهم ضعف المجني عليها، وكمان تهديداتهم ويعني امام تهديداتهم وقاموا بنشر صور مخله ليها بقصد استغلالها جنسيا واجبارها على ممارسه افعال مخله واتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها. ده الحقيقة يعني يمكن بيعتبر اعتداء على حرمة حياتها الخاصة وكمان اعتداء واضح وصريح للمبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري اعتمادا على شبكة المعلومات الدولية. طبعا
خلوني اقول لحضراتكم انه المفاجاه جاءت من خلال والده بسنت، فجرتها والده بسنت في اللقاء اللي ظهرت فيه امس مع اليوم السابع، جاء فيها ان ابن عمها الحقيقه ما احترمش صله القرابه والدم، كمان ما دافعش عن بسنت بنت عمه ضد كل يعني اللي خاضوا في عرضها وشرفها، وكمان كل من ابتزها بهذه الصور المفبركه علشان يجبروها على تنفيذ طلباتهم، وكانت النتيجه انهم دفعوها للانتحار وراحت هذه الفتاه ضحيه الابتزاز الالكتروني. كمان قالت والده بسنت ان عائله الزوج بتضغط على يعني بتضغط بشكل كبير من اجل التصالح مع ابن عمها علشان يتم تبريئه وابعاده عن هذه الواقعه، اكدت انها مش هتقبل الصلح ومش هتفرط في حق بنتها، خاصه كمان يعني بعد صدور قرار بإحالة المتهمين للجنايات، وهو القرار اللي يعني قالت ان هو برد قلبها وخفف عنها كل اللي عانيته من لحظة وفاة بسنت بنتها. يمكن كمان حقيقة من بين الأمور اللي كشفت عنها والدة بسنت الله يرحمها وكواليس اللحظات الأخيرة في حياة بنتها انها حاولت تهديها بسبب الصور المفبركة، لكن للأسف فشلت في انها يعني تلحق بنتها، خاصة وانها اصيبت بجلطة، حزنا على حال بنتها، وده يعني ما اعاق حركتها وخلاها عاجزة انها تلحقها او تمنعها من الانتحار، حتى انها لفظت انفاسها الاخيرة. قالت كمان ان امهات المتهمين كانوا بيزوروها خلال مرضها وقبل كمان الكشف عن الواقعه، لكن بعد الاعلان عن تورط ابنائهم في هذه الواقعه، واقعه فتاه يعني او وفاه بسنت، فبركت الصور والفيديوز اللي انتشرت ليها توقفوا عن زيارتها، ما بقتش عايزه تشوفهم تاني او تتعامل معاهم. واكدت كمان الام ان بنتها كانت بتتمتع باخلاق عاليه جدا، كانت بتركز دايما في دراستها لتحقيق حلمها بان هي تصبح طبيبه. الحقيقة أنه بعد قرار النائب العام المصري بإحالة 5 متهمين للجنايات في قضية انتحار فتاة الغربية بسنت خالد، رغم أنه يعني في البداية كانت الواقعة بتتضمن متهمين اثنين فقط، لكن اكتشفت بقى تم اكتشاف تفاصيل جديدة عن هوية أحد المتورطين الخمسة وهو نجل عمها. لهذا قالت والدة بسنت في تصريحات أن ابن عمها، عيد لحضراتكم مرة أخرى، لم يحترم صلة القرابة والدم، لم يتقدم الصفوف للدفاع عن ابنة عمه ضد من خاضوا في عرضها وشرفها وابتزازها بصور مفبركة، بل أنه استغل الموقف، حاول كمان مساومتها لإجبارها على الخضوع لنزواته، مضيفة أنه أرسل لابنتها رسالة على هاتفها قال فيها أنا أولى من الغريب. يعني كشفت كمان ان العائله تقصد بتاكيد عائله زوجها بتضغط من اجل التصالح مع ابن عمها وعشان يبرئوه ويبعدوه عن هذه الواقعه، ونفت قبولها للصلح او استعدادها للتفويض في حق بسنت، مضيفه ان قرار احاله المتهمين للجنايات اثلج صدرها قليلا وخفف عنها ما تعانيه منذ لحظه وفاه ابنتها. أكدت كمان الحقيقة إنها حاولت تهدئة بنتها بسبب الصور المفبركة لكنها فشلت، ما قدرتش طبعا نظرا لإعاقة حركتها، كانت بتحكي وبتقول إن هي أصيبت بجلطة، هذه الجلطة منعتها من الانتحار، يعني خلتها يعني ما تبقاش قادرة تكون موجودة وتمنع بنتها من الانتحار بتناول حبة الغلة، وأكدت إنها استغاثت بشقيقتها من أجل إنقاذ ابنتها ومرافقتها في المستشفى لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة. الحقيقة انه الام كمان اضافت ان امهات المتهمين يعني مثل ما ذكرت لحضراتكم كانوا بيزوروها دايما في خلال مرضها وقبل كمان الكشف عن الواقع، لكن بعد الاعلان عن تورط ابنائهم في وفاة بسنت وكمان تورطهم في فبركة الصور والفيديوز توقفوا عن زيارتها ولم يعد لديها الرغبة في رؤيتهم او التعامل معهم من قريب او بعيد، نافية ما تردد عن وجود مشروع خطوبة لابنتها مع احد المتهمين، ده كمان من ضمن التصريحات اللي ترددت بشكل كبير ولكن نفت الام هذا الحديث. كمان بالتأكيد كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري قد امر باحالة 5 متهمين لمحكمة الجنايات في قضية وفاة بسنت بكفر زياد بالغربية، ثم قرر احالة 5 متهمين محبوسين لمحكمة الجنايات لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر، وذلك عبر استغلالهم ضعف المجني عليها امام تهديداتهم بنشر صورا مخلة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسيا واجبارها على ممارسة افعال مخلة، وكمان اتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد.
الحقيقة إنه النيابة نسبت للمتهمين تهديد الفتاة بنشر صور خادشة لشرفها، وكان التهديد مصحوب بطلبات منها واعتدائهم جميعا بذلك على حرمة حياتها الخاصة وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية. وكانت النيابة قد أعلنت في ديسمبر الماضي أنها تلقت بلاغا من والد الضحية بسنت خالد يفيد بأنها بتناول يعني أو تناولت قرص بقصد الانتحار متأثرة بنشر صور منافية للأخلاق لها في واقعة التواصل الاجتماعي وفي محل إقامتها بكفر الزيات، وفي اليوم التالي تم الإبلاغ عن حدوث الوفاة. دي كانت يعني كافة التصريحات حتى الآن التي أدلت بها والدة هذه الفتاة بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني. بالتأكيد بنتابع مع حضراتكم كل جديد في هذه القضية، وبشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وانتظرونا في تغطية ومتابعات جديدة على مدار اليوم.